الفنانة أمية ملص اليوم عم نشوفك بعرض أزياء، نحكي عن علاقتك بالموضة بالأزياء، لأي درجة أنت بتحبي تتابعي هيدا الأشياء؟ بصراحة يعني هلا وقت كنا شوي أصغر إنه أكثر يعني في هوس كان، بس هلا ما عاد فيها الهوس، هلا يعني ميالين إنه تكوني أنت لابسة شيء أنيق، الألوان منسجمة، ما في عجقة، شيء رايق، يعني أكثر شيء أنا بشوف الموضة إنه الشيء اللي بيناسبك أنت. وفعلا هلا هيك اثبتت الموضه انه انت عم تطلع موضه كثير غريبه. لاحظي يعني كل شيء قديم عم يرجع، كل شيء نحن كابينه يعني عن جد بقول يا ريت ما كبينا هالقطعه، عم ترجع تصير موضه او انه تنضف لها هيك اشياء، يعني اذا حدا له خلق. ايه هلا انه ما كثير في لي خلق والله اقعد ضيف على القطعه او هيك، بس انه بحاول نقي شيء سامبل ومناسب للعمر وللجسم. شو الالوان اللي بتحبيها؟ بحب الألوان على فكرة، تلفت نظري الألوان. يعني أنا في عالم بتقلك والله الأسود ملك الألوان، بعد عنه أنا شوي، لا بحب الألوان. اليوم نحن بعد نهاية شهر رمضان المبارك، شاركتي بأكثر من عمالة، يمكن المشاركة اللي منحكي يمكن أو الناس هيك بتضل بتتابعها هي باب الحارة، نحكي عن هيدا العمال، عن شخصيتك وحضورك بالأجزاء المقبلة. خلص يعني هذا صار راكور سبحان الله، وكان لي نصيب اني 10 اجزاء كنت موجوده، ويعني هلا بتحسي انه في عالم كثير تساءلت شو هذا وما هذا، بس يعني في عالم يمكن تابعت. نحن شوفي بنبحث يعني بنلاقي باب الحاره برات سوريا بالعالم العربي عن جد له شعبيه، وما زالت يعني الحمد لله. شخصيتك مستمره بالاجزاء المقبله؟ لسه ما بعرف اي شيء، انا هلا كثير ميالة لاعمل شيء جديد، اطلع من هذا الروتين طبعا، لانه انا ده اصلا بمل يعني وما بحب كرر حالي. يعني اصلا اذا باخذ ادوار متشابهه بتضايق، فشلون ما بالك نفس الدور. لا عم ببحث على اني اخذ شيء دور هيك شوي جديد. شو هو الدور اللي ممكن يغريكي؟ الدور اللي ما عملته مثلا من قبل، او بعيد عن شخصيه اميه، او بده شغل، او بده بحث بالحاله النفسيه وبالشكل. ايه بعد شهر رمضان وعجقه الشغل والتعب، شو بتعملي هلا بهيدا الوقت اللي ممكن يكون بريك مثلا؟ الحقيقه والله ما في بريك، يعني لانه ذهني عم يشتغل باني كيف طور يعني كيف أنا مثلا أعطي لمهنتي مشان مهنتي تعطيني، كيف جدت حالي. يعني عم حاول هيك، في مشاريع كانت كتابة وفي شيء له علاقة بالقراءة، عم ندير بالي إنه ما أسمن يعني هيك. تعملي رجيم؟ بتنتبهي على وزنك دائما؟ إيه. شو أكثر وزن نصحتي؟ يمكن وقت وصلت للسبعة وستين، ما نفس 60، شيء 7-8 كيلو. وانت عندك هيك القوه انك تتركي الاكل تعملي رياضه؟ في يعني بتلاقيني لا بلحظه معينه على الاقل العشاء بلغي. رياضه ما لي خلق عليها، بس انه اذا ما لي خلق بمشي. شيء اللي عم تكتبيه شو هو؟ هلا نحن شاركت بعمل بوليسي كتاب. يعني انا شاركت بالكتابه مشاركه. اي هلا ان شاء الله، يعني ما التصوير ما بلش، بس عم نسعى باتجاه هذا الشيء.